في تعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور يحيى الطائي. بداية السلام عليكم دكتور يحيى. يعني هجمة شرسة يتعرض لها الشعب السوري دفع هيئة علماء المسلمين إلى إصدار بيان بهذا الشأن، يعني وضع المدنيين في الأزمة السورية كيف تنظرون إليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد أخي، الوضع بالنسبة للمدنيين يعني وضع مأساوي جدا، والكل رأى حجم الجريمة، جريمة قصف هذه المدينة، وخاصة سقوط الضحايا كلهم أو كلهم من الأبرياء من الأطفال والنساء وغيرهم. المشكلة الأساسية أنه دائما يعني سواء في سوريا وحتى في العراق، هذا حصل في الموصل وغيره، أنه عملية الضغط على المدنيين وعملية الإسراف في ضرب هذه المدن بكميات هائلة من القنابل والمقذوفات، يعني الغاية الأساسية تدمير المدينة، الغاية الأساسية أنه تدمير كل ما على، يعني هاي سياسة الأرض المحروقة مع شديد الأسف الآن أصبحت تمارس في سوريا وفي العراق على نطاق واسع، والضحية هم الأبرياء من السكان. على الرغم من المواثيق الدولية والاتفاقات دكتور يحيى التي أبرمت بشأن الأزمة في سوريا والتي كفلت الحماية للمدنيين، إلا أن بشار الأسد يتعمد استهداف هؤلاء المدنيين. ما الغاية التي يريد أن يصل إليها من خلال استهدافهم؟ بالتأكيد أخي، هي عملية الاستقواء، يعني بالتدخل الروسي والتدخل الإيراني، وبأن هؤلاء سيستخدمون حق النقض الفيتو في أي حالة من الأحوال إذا ما حاولوا المساس بما يريد أن يفعله. فبالتالي هو يعني يتصرف من وحي قوة مستمدة من الموقف الروسي والموقف الإيراني، فلا يبالي بكل التقارير الدولية وغيرها، وهو يسير في طريقه من أجل الضغط أكثر فأكثر على هذا الشعب. أيضا دعا بيان الهيئة الفصائل كافة، دعاهم إلى التوحد، يعني إلى ما ترجع هذا التشتت؟ ما سبب هذا التشتت والفرقة بين الفصائل؟ أخي الكريم، عملية التشتت يعني هذه حاصلة في أكثر من مكان، والسبب واضح أنه دائما هذه الأنظمة الشمولية لا تسمح بيعني إنشاء تجمعات أو تكتلات تتفق في الرؤية سواء الفكرية أو السياسية. لكن المشكلة الآن بعد أن خرجت هذه الفصائل وحملت السلاح للدفاع عن نفسها والدفاع عن شعبها، عليها أن تتوحد فيما بينها، لأنه عامل الفرقة هذا سيضعف حتى موقفها التفاوض في المستقبل. فبالتالي عليها من الآن أن توحد صفوفها، توحد أهدافها، توحد يعني كل ما تستطيع إلى أقصى درجات التنسيق من أجل أن تخرج بوحدة هدف، بوحدة رؤية، وهذا سيسهل عليها المهمة سواء في المهمة القتالية أو في المهمة التفاوضية فيما بعد ذلك، من أجل إخراجهم من هذه المحنة التي هم فيها. من خلال قراءتكم للأوضاع في العراق، كيف أسهمت الأوضاع في العراق في تفاقم معاناة الشعب السوري؟ بالتأكيد أخي الكريم، يعني الوضع له علاقة كبيرة جدا جدا، فعندما تكون الميليشيات يعني تأخذ راحتها في العراق، هذا سينسحب على الملف السوري، تمعن في القتل وفي الإجرام أكثر فأكثر، لأن ذات الميليشيات التي تقاتل في العراق هي تقاتل في سوريا، فعملية الضغط عليها في أي مكان يضعف حالها في المكان الآخر، عملت أي استقواء لها في مكان ينفرز هذا الاستقواء في المكان الآخر. فبالتالي الملف السوري والملف العراقي من هذه الناحية مرتبط ارتباطا وثيقا، قوة وضعفا. شكرا جزيلا لك دكتور يحيى الطائي الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق.